السلام عليكم الاصدقاء ديالي، اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار. اصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراه المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه اللي يلعب اليوم ضد منتخب جنوب افريقيا احفاد مانديلا. اليوم المنتخب المغربي انتصر بهدفين دون رد، ولكن اللي صدمني واللي ما عجبنيش هو الجمهور الجزائري. كنحس به كان ضدنا 100%، وحتى المذيع ديال المباراه لا حول ولا قوه الا بالله. المهم عندنا هو المنتخب ديالنا جاب انتصار جميل جدا. اصدقائي ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الملخص، انتم حكموا، عطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يبارك لنا على ذاك اللايك، لان اللايك ديالكم فريمون تحفزني تيخلي الفيديو يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي ديالي، بلا ما نطول عليكم، دازو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه. اصدقاء ديالي، خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش خوتي العزاز، تبركوا على ذاك اللايك وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشاركينش في القناه، ما كرهتكمش خوتي العزاز، اشتركوا في القناه، تفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.